بسم الله الرحمن الرحيم، بدي أخبركم اليوم عن طريقة استخدام الجزء اللينك أو الروابط الذكية على البوابة الإلكترونية لمدارس أكسفورد. أول شيء بنفتح جوجل كروم، الهوم بيج، بنعبي موقع المدرسة هون أكسفورد سكولز دي دوت جو، انتر. بعدها بنيجي على كلمة لوجن اللي هي هون، بس عليها كليك. هلا الاي دي بيكون معنا اللي هو اليوزر نيم والباسورد لكل ولي أمر. بعدها بنعبي البوكس اللي هون وبنكبس لوجن. استنى شوي. اوكي، فتحت معنا الصفحة، ببين معنا اسم ولي الأمر وكم طالب عنده هذا ولي الأمر. هلا إشارة العين بتفيد لل ويكلي بلانز، للأناونسمنت، للبيهيفير، للهيد اوف ديبارتمنت نوتس. عندنا الدائرة هي المقطعة، إذا في علامات للطالب بتطلع هون. عندنا إشارة الكتاب هون، هي بكون فيها الأسايمنتس واليوسفل لينك، بنكبس عليها كليك. ننزل شوي لتحت، بنلاقي مثلا اليوسفل لينك المرفوعين هدول هون، يعني مثلا هون لقسم الحضانة مرفوعة شغلات كتيرة تاريخ اليوم. بنكبس على إشارة البلس اللي جنب الموضوع هذا وبنكبس على هذا اللينك، دايركت بحولني للفيديو المرفوع من قبل المعلمة. إذا عندكم أي استفسار يا ريت تتواصلوا معنا على صفحة المدرسة. الله يعطيكم ألف عافية.